السلام عليكم، معك دكتور دكالي، دكتورة في تخصص البيوتكنولوجيا. حصلت على الدكتورة ديالي اون كوبيراسيون مع لينا ديال مكناس، المدرسة الفلاحية، وكذلك الجامعة ديال العلوم مكناس. بالنسبة للتخصص ديالي أنا متخصصة نورمالمون في كل ما هو طبيعي، بحيث بأن المنتوجات ديالي هي كلها أباز دي بلانت ميديسينال أروماتيك و أباز دي كونسيرفاتور بيوديغرادابل اللي هما ماشي نوصيف لا سونتي وحتى لانفيرونمون. بحيث نورمالمون نعطيك اكزومبل، هذا صابون ليكيد لي بلا غليسيرين و ان كونسيرفاتور بيوديغرادابل. فاش نخدموه نورمالمون هذاك لو كونسيرفاتور ما تيدخلش للكور لداخل يقد ادينه ولا شي حاجه، دونك تيخرج تيتيفابورا، وبالتالي تنحاول نعطي شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي كما تنقولوا قرينا عليها وبغينا كومام علم ينتفع به. نورمالمون بديت في لو ديبي مع سونترال اتيير، كنت خدام على واحد لو بروجي ديال بيفيدوس اكتير فيلاريس، وديك الساعات كانت عندي ليسونس سيونس اليمونتير اي كونترول كاليتي دي زاليمون. ديك الساعات حاولت نعرف بالبيفيدوس اكتير فيلاريس والمزايا ديالها وشحال خصنا نكونسوميو منها شاك جوغ باش قد يكون عندها ان افي بينيفيك لا سونتي. ولت مشيت نتجه لدرت ماستر في البيوتكنولوجي اي لا فالوريزاسيون دي بلونت ميديسينال اروماتيك، سيتادير عوضنا لا فيتامين سي اللي كاين في العصير بلويل اسونسيال دو رومارين اللي كانت عندها واحد لاكتيفيتي اونتي اوكسيدونت اللي معادله لفيتامين سي، وكذلك عندها واحد لي زيفي بينيفيك لا سونتي بواحد لا دوز اللي هي بيان ديفيني اللي كنا قدنا نخرجوها من لي زارتيكل اللي ما تكونش نوصيف لا سونتي، و ميم طون عندها ان بيان في على لا سونتي. بالنسبه لهنايا المعرض والحفله اللي كاينه دايرين هنايا على ود عيد المراه، اش غادي نقول، كانت شي حاجه في المستوى. بالنسبه للقاء ديالنا مع السيد العامل عامل عماله مكناس، ولا حتى بالنسبه للقبال اللي كان من طرف السيد عبد الملك رئيس لغرفه الصناعه التقليديه، اللي كانت واحد الحفاوه وكان مكن لي بانني نعرض هاد المنتوجات هنايا، وعطاني واحد الفرصه كبيره. وبالنسبه للسيد العامل فاش نقول، كانت واحد الاستقبال بواحد الحفاوه وبواحد حاول يوصلني، اش نقول لك، حاول يوصل لي بوين اللي حنا المشاكل اللي عندنا دابا، وحاول يلقى معايا حلول واعده اللي نتمنى ان شاء الله تترجم لارض الواقع ويزيدوا لي برودوي ديالنا لقدام ان شاء الله. وتكون عندنا دابا لا مارك ديالنا هي بيليزا، تكون هاد لا مارك معروفه ان شاء الله وتوصل حتى نورمالمون لي فارماسي ونزيدوا لقدام. معكم ساره، عضوه جديده في التعاونيه دار الخير. بغيت نقول لكم بعدا شكرا بزاف حيتاش جيتوا عندنا وكتهتموا بهاد المنتوجات الطبيعيه، وكنشكر المرأة المغربية وكنقدم لها تحية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. كنحيي جميع الأمهات المغربيات وكل شيء. وبالنسبة للمنتوجات ديالنا، عندنا منتوجات طبيعية كنديروهم يعني طبيعيين، عندنا زيت أرغان، عندنا زيت السمسم، عندنا الكحول، الغسول، الصابون البلدي، المهم أي حاجة مقطرة، جميع الزيوت الطبيعية. عندنا البلاصة فين كنصيفو بكير في مولاي إدريس، زرهون تما، كاين عندنا واحد البلاصة كيزرعو فيها، كي داكشي اللي كيتزرع كنجفوه ومن بعد كنعصروه ديال التعصار، وداكشي اللي كنستخدمو عاوتاني في الدار كيكون عاوتاني تا هو طبيعي، يعني أي حاجة كناخدوها طبيعية وكنستعملوها. السلام عليكم، شكرا لإذاعة صوت العدالة على الاستضافة. الاسم ديالي احمد قاسمي، رئيس تعاونيه الفخار والازور والخزف، قريه النموذجيه ارميكا، طريق سيده قاسم. بالنسبه للتعاونيه ديالنا تاسست في 1977، وكانت انذاك تتشمل فيما يزيد على 33 منخرط داخل التعاونيه. والحمد لله دابا حنايا خدامين في المنطقه ديال ارميكا، الحمد لله الامور غاده مزيانه، اللهم لا الحمد. بالنسبه للمعارض ساكنه في عده معارض جهويه ووطنيه وحتى دوليه، كنا ساكنه في دوليه. وبالمناسبه اليوم ديال عيد المراه 8 مارس، الجمعيه الاسماعيليه الكبرى لمكناس نظمت هذا الحفل بشراكه مع غرفه الصناعه التقليديه، ونظمت هذا الحفل ديال المعارض. والحمد لله المعارض تنستافدوا فيها وكنتعرفوا عليها على منتوجات جديده، كندير واحد الشراكات مع تعاونيات اخرى، بحال دابا الشراكه عندي مع الناس ديال مراكش، ديال ولجا، ديال واد لاو،
هادو كلهم بسبب المعارض لما كنتلاقاو في المعارض تنضبوا شراكات. انا كنصيفط لهم النموذج المنتوج ديال الجليج وداك المسائل، وحنا هما في نفس الوقت عاوتاني تاكل لي كوموند تناخذ منهم لي كوموند. المعارض خاصة بالنسبة ديال عيد المرأة 8 مارس، لأن مساكين فيه هي العنصر النسوي، والمرأة كما تعلمون نبرا فيها الأم والأخت والزوجة، وحنا كنفتخروا بهذا النهار هذا اللي دار. وبالمناسبة ديال هذا المعرض تنشكروا غرفة الصناعة التقليدية على رأسها رئيس غرفة الصناعة التقليدية السي عبد الملك بوطيين اللي ديما ساهر على الصانع التقليدي وعلى الصناعة التقليدية، ولا الأطور للغرفة ولا المستشارين كلهم كنشكروهم من هذا المنبر. شكرا.